السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم ترافلينج أبورد، كما عودناكم دائما بالجديد المتعلق بالسفر والهجرة إلى الخارج. خبر اليوم هو شركة باليريات تطلق 12 رحلة أسبوعية من مليليا إلى ملقا وألميريا وغرناطة. بدأت شركة النقل البحرية باليريات في الأوائل أبريل في تشغيل جميع خطوط النقل التي تتصل بمليليا، مع عقده يستمر حتى 31 مارس 2023. وبالتالي زادت شركة الشحن من رحلاتها الأسبوعية إلى 12 وجهة نحو مدينة مليليا، 6 من مدينة من ميناء ملاقا، و3 مع ألميريا، و3 أخرى مع غرناطة. وأوضح متحدث باسم شركة الشحن في بيان أن المغادرة من ملاقا تكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت على الساعة 11:59 مساءً، ويوم الأحد الساعة 6:30 مساء من ألميريا. هناك 3 رحلات مغادرة أسبوعية، الأربعاء الساعة 3 مساء، والجمعة الساعة 9 صباحا، والأحد الساعة 11:59 مساء. أخيرا من غرناطة تكون رحلات يومي، الاثنين على الساعة 9 صباحا، وفي أيام الجمعة الساعة 4 مساء والساعة 11:59. تقدم شركة النقل البحري أيضا خدمة حافلات مجانية يوم الجمعة إلى ميناء غرناطة مع المغادرة من ألميريا في الساعة 6:30 مساء، ومن مالقا في الساعة 7:30 مساء، ومن ميناء غرناطة إلى المدينتين الأخرتين عند الوصول السفينة في الساعة 9 صباحا. وأشار المتحدث إلى أن الشركة ستنظم الرحلات بسفينتين باهاما ماما مع ألميريا وغرناطة، ونابوليس مع مالقا وغرناطة. وفي هذا الصدد أوضح أن كلتا السفينتين تدمجان الخدمات الذكية لشركة النقل البحري، والتي تشمل منصات محتوى وسائط متعددة مجانية، واتصال بالانترنت، وكاميرات الويب في المنازل الصديقة للحيوانات الأليفة، والوصول عبر رمز الاستجابة السريع أو تغطية الواتساب المجانية. تحتوي أيضا هذه السفينة على أماكن إقامة مختلفة، مقعد ومقعد علوي وكابينة، بالإضافة إلى خدمات مثل متجر أو بار أو مطعم أو منطقة مخصصة للأطفال. وأخيرا أكد أن العبارتين لديهما محركات مزدوجة تعمل بالغاز، بالإضافة إلى وجود مستشعرات مثبتة لمراقبة استهلاك الوقود والانبعاثات في الوقت الفعلي في إطار مشروع الريادة الخضراء الريادة الأخضر. مصدر هو باليايار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.